السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة حول الحب. ما شاء الله، هاي البداية. عادة لما يصير الحديث عن الحب يصير الجو وردي، ونزيد على الصوت بعد. لا، هو لأن الحديث عن الحب ويصير الجو ساعات حار. أشوى الليلة طايح مطر وشوي هوا بيناسب ويا الحالة النفسية اللي بصيدكم إن شاء الله. أنا وعدكم أن هي الليلة، هي الأمسية اللي راح تأخذونها الليلة بتستانسون واجد 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 فيه. مو لأن أنا زين، لا، لأن قاعدين نتكلم عن الحب. يعني لو يجيبون أخص محاضر في العالم ويتكلم عن الحب بيصير كل شيء زين. فالكلام عن الحب بيسوي الجو وردي. هاكو الظاهر الجماعة مبارزين السالفة ومخلين القبة وردية وحاطين بعد ألوان يعني جيدة. على كل حال، الحديث عن الحب هو حديث عن أحلى أجمل أكمل ألذ أنعم أفضل أحسن شعور الله سبحانه وتعالى أودعه في الإنسان. ما أحد يستمل من الكلام عن الحب، ما أحد يستمل من عيش الحب، ما أحد يستمل من أنه يكون محبوب ويحب، ما أحد يستمل من أي شيء نخلي فيه الحب. الحب إذا كان مو موجود في أي شيء نستمل منه، الحب إذا كان منزوع من أي شيء نستمل منه. الحب هو اللي يخلي حياتنا حليوة، الحب هو اللي يخلي حياتنا تستحق أن احنا نعيشها، الحب هو اللي يخلينا نقعد في البيت أو نطلع من البيت، الحب هو اللي يخلينا نستخدم الواتساب واجد، الحب هو اللي يخلينا نطالع التلفزيون واجد، الحب هو اللي يخلينا نقعد في البسطة واجد، الحب هو اللي يخلينا ننام واجد، الحب هو اللي يخلينا نشتغل واجد، الحب هو اللي يخلينا نصلي، هو اللي يخلينا نصوم، هو اللي يخلينا نعبد الله سبحانه وتعالى. الحب أحلى شيء الله سبحانه وتعالى خلقه إلينا. قبل ما نروح في الحب وأجواء الحب ومشاعر الحب وكل شيء يتعلق بالحب، عندي وياكم اتفاقات. أول اتفاق، الواتساب ممنوع. أنا أدري أن أنتم ما بتستخدمون الواتساب لأن الكلام عن الحب، يعني لو ممكن قاعد أتكلم عن شفاني كان بتتكلم بتستخدمون الواتساب، إلا إذا واحد هاجت مشاعره وبيروح يجول الواتساب بيطرش واحد إلى حبيبه أنا أحبك، عادي في هالسالفة أوكي. أما غير هذا الواتساب ممنوع منعا باتا، لا يمكن استخدامه، وإذا في اعتراضات بنحرمه، أقدر أحرمه. زين، الأسئلة مفتوحة في أي وقت، أي وقت عندك سؤال، عندك مداخلة، عندك قصة حب عشتها، عندك أي شيء تنبي تقوله، ما عليك إلا أنك أنت ترفع يدك وتتداخل تتكلم وتعبر عن مشاعرك. الليلة ليلة التعبير عن المشاعر. اتفقنا؟ اتفقنا؟ خصوصا مالة الواتساب هذه. عندك أبو ليت؟ حتى أبو ليت ممنوع استخدامه. إنزين، ما الذي نتكلم عنه؟ نتكلم عن الحب. الحب شيء حليل، هو اللي يخلينا نعيش، هو اللي يخلينا نتنفس، هو اللي يخلينا ناكل، هو اللي يخلينا نشرب، هو اللي يخلينا نعيش حياتنا. أنا ممكن الحين قاعد أتكلم عن الحب وأنت تفكس، تروح في جو من المشاعر الحليوة، تروح في جو من مشاعر الحب، يخليك الحب تبتسم، يخليك تضحك، يخليك تنبي تعيش، يخلي يعطيك دافع، يعطيك حلاوة، يخلي حياتنا أحلى. الحب اللي بنتكلم عنه اليوم، بنتكلم عنه الليلة، هو الحب في كل شيء.
إلا أول شيء بنسويه إن أنا بتكلم عن الحب مثل ما أنا أعرفه، وبعدين أنتم بتتكلمون عن الحب مثل ما أنتم تعرفونه، وماكو يعني من الحين ممكن أن أنتم تورزون بعض الإجابات عن الحب في بالكم. أنا شلون أعرف الحب؟ أعرف الحب أنه أجمل وأحلى طعم للحياة، ما في طعم في الحياة أحلى من طعم الحب. كل الأكل الحلو اللي أنت ممكن تفكر فيه شيل منه الحب يصير هذا الأكل مو حلو، حتى لو كان أفضل أكل وأحسن طباخ طبخه في العالم. الحب هو اللي يخلي حياتنا حلوة، الحب هو اللي يخلي حياتنا حلوة، هو اللي يخلي حياتنا ذات معنى. أنت إذا تعيش في جو ما في حب تحس أنك أنت مخنوق، تحس أن هذا الجو ما يناسبك. ليش بعض الأبناء ما يحبون يعيشون في بعض في بيوتهم؟ يمبي يطلع من بيته، البيت اللي ما فيه حب سجن، الأصدقاء ما بينهم حب مو صداقة، ديرة ما فيها حب هذه مو ديرة، ما هو مجتمع. الحب هو اللي يخلي حياتنا فيها طعم، هو ملح الحياة. الحب ملح الحياة، هو اللي يعطي إلى الحياة طعم. بدونه يصير حياتنا ما لها طعم أبدا. يوم من الأيام عندنا ملك، هذا الملك عنده 3 أولاد، راح لأولاده يبي يعرف شقد يحبونه. جود الكبير قال له شقد تحبني؟ قال أنا أحبك مثل ما أحب الأكل والشرب والحلويات الظاهر هذا لأنه في صوت يطلع لما هذا زين؟ زين زين. راح للابن الثاني قال إليه إيش قد تحبني؟ قال له أنا أحبك مثل ما أحب الفلوس وأحب الوا وا وا وا. الابن الثاني الظاهر نعرفه إحنا. زين. راح للابن الثالث قال إليه إيش قد تحبني؟ قال أنا أحبك مثل ما أحب الملح. قال له أنا ملح؟ الأول في الثاني يعني أنا أكل، لما قال أحبك مثل ما أحب الأكل أنا أكل أنا فلوس، بس أنا ملح يعني أنا مر يعني أنا مو حلو يعني أنا رخيص. قام غضب عليه غضبة كبيرة من غضبات الملوك وخده ورماه برا المملكة. هذا الابن راح يمشي في الصحراء، يمشي في الصحراء وصار إليه فيلم هندي، والليلة بصير أفلام هندية واجب. زين صار له فيلم هندي، وصل إلى مملكة مجاورة، كانوا أهل المملكة المجاورة كلهم طالعين برا المملكة، بمجرد ما شافوه راحوا حملوه وجو خلوه على كرسي الملك، خلوه على العرش وقالوا له أنت الملك مالنا. قال لهم تعالوا وش أحوال وش صاير؟ قالوا له إحنا كل مرة يموت ملك مالنا نروح نقعد برا المملكة، أي واحد نشوف أول واحد نشوفه نجي نخليه ملك. تبون تعرفون وين هاي المملكة الحين؟ لا. زين بما أنه فيلم هندي فما يعني موصل. خلوه ملك باعتبار أنه هو واحد من أولاد القصر يعرف وش يسوي. قام طرش سفراء، واحد من السفراء طرشه إلى مملكة أبوه وقال إليه إذا وصل ديك المملكة قول إلى صاحب له الملك مالهم أنت معزوم على الأكل، معزوم على الغداء عندنا. وفعلا راح هذا السفير وعزم الملك الأب على الغداء، وداك طلع يسمونه بجيشه وطلع بموكب ماله وجاء عند مملكة الابن، بس ما يعرف ان هذا ابنه. حطوا الاكل قبل، راح الابن الملك الى الطباخ ماله وقال اليه سو كل شي حليو، سو امبيك تسوي افضل ما عندك، لكن ولا اكلة تخلي فيها ملح، كل الاكل بدون ملح. ذاك الطباخ قال له انت الملك، والملك ما يقول له لا، وسوى كل شيء وما خلى فيه ملح. جو حطوا الاكل، الملك الاب مد ايده اخذ اول لقمه اكلها شاف ما صخ يمكن في شيء، خذ من طبخه ثانيه بعد ما صخ طبخه ثالثه شاف كل الاكل ما صخ ما فيه ملح، قام ما ياكل. التفت اليه الملك الابن قال اليه ها مولانا ما تاكل؟ اكلنا مو عاجبنك؟ قال له لا بس شكله حليو، بس الظاهر ان طباخكم نسى يخلي ملح في الاكل.
قال لي لا احنا ما نخلي ملح في اكل مالنا. قال لي شنو ما تخلوا ملح في اكل مالكم؟ شلون يطلع اكلكم ليه طعم بدون الملح؟ الملح هو اللي يعطي طعم الى الطعام. قال لي يعني ضروري الملح؟ قال ايه ضروري. قال لي يعني الحين لو ابيع عليك الملح مبلغ كبير تشتريه؟ قال ايه اشتريه. فقال لي عجل ابنك يوم قال ليك انه يحبك قد ما يحب الملح ليش طردته؟ النكته في وينه؟ النكته مالتنا مو النكته هذا. النكته يعني موطن الشاهد في وينه؟ موطن الشاهد ان الملح يعطي طعم الى الحياه، الحب الى الاكل، الحب يعطي طعم الى الحياه. حياتنا بدون حب ما اليها اي طعم. حياتنا بدون حب سجن كبير. لذلك تشوفون الناس اللي ينبون الحب، يطلبون الحب، محتاجين للحب، يروحون يدورون عليه في كل مكان. اي واحد بيعطيها اياه بيجود فيه، اي واحد بيقول له انا احبك بيمسك فيه، اي بنت بتحصل لها واحد يقول لها انا احبش بتجود فيه ان شاء الله. لو كان هذا من الحب هو اللي يعطي حياتنا طعم، هو اللي يخلينا نعيش، هو اللي يخلينا نتنفس. بعد الحب اكبر واكثر الدوافع المشتعله. شنو معنات الدافع؟ عشان تنجح في اي شيء انت تحتاج دافع يرفعك للنجاح. عشان تنجح في اي شيء في حياتك انت تحتاج الى دافع. شوف مره كانوا لاحقينك الشغب، شفت الطاقه اللي طلعت عندك ايش قد وخلك تركض بطريقه غير طبيعيه كانك مايكل جاكسون، ذاك اكبر عداء في العالم جوردون هذا. زين من وين طلعت هاي الطاقه؟ هذا دافع، دافع الحياه، دافع حب الحياه يخليك تتحرك بصوره كبيره ومنطلقه، تروح تطلع عندك طاقه ما تدري من وين هي كانت موجوده وتنطلق بصوره كبيره جدا. يوم من الايام، ايام التسعينات، كان عندي صديق مسجون هدوه. يوم هدوه رحت انا زرته في بيتهم، فقال لي انا بأطلع. ذيك الوقت انا كنت العب في النادي، العب في النادي وعندي هذا لياقه قويه كبيره. قال لي انا بأطلع، ما ابي 9 شهور قاعد في السجن ما ابي اقعد في البيت. فعلا طلع، انا قاعدين نهاجل شويه لطالعه مظاهره من بعيد، وقفنا احنا نطالع فيها دقيقتين وجو الاجياب مال الاول لحقتون عليهم الكبار له هذه بياكب مال الاول جو الاجياب وطلقوا عليهم. انا توي بقول اليه طالعك ضربوهم، طالعت مني الا ما في احد، طالعت وراي الا واحد يركض، هو شوي مدخدخ شويه من السجن، واحد يركض كالسهم حريقه. أنا كانت عندي لياقة والعب كورة وما شاء الله، وركضت وراه ما صدته، وصل بيتنا، دخل المجلس وقعد. عقب 5 دقائق أنا وصلت وأنا أضحك، أقول له وش فيك؟ وش من وين طلعت هاي اللياقة؟ اللي يقول لا حرارة روح ما أدخل السجن مرة ثانية. هذه الطاقة اللي طلعت عنده، هاي الطاقة نسميها دافع، هذا دافع للبقاء. أكثر شيء يخليك تتنفس وتنبي تعيش دافع يسمونه الحب. لما تحس ان في انت محبوب، يحبونك، يحبونك اصدقائك، يحبونك بيتكم، يحبونك اخوالك، تحبك زوجتك، تحب حبش زوجك، اهلش، اهلكم، المجتمع فيه ترابط وفيه مشاعر حب، انت تبي تعيش في هذا المجتمع، يعطيك دافع للحياه. بدون حب ما تبي تعيش. اكثر الانتحارات الموجوده في الغرب ليش؟ من واحد يزعل ويا صديقته او صديقته صديقها يتركها على طول، اي اول يسمونه قطار او اول شيء، تروح تفلت روحها تحت، تروح ترمي روحها من فوق جسر، انتهت الحياه بالنسبه اليها لان الحب انتهى. وانا شلون اقدر اعيش في حياه انا ما انا محبوب فيها؟ وشلون اقدر اعيش في بيت ما انا محبوب فيه ويا اصدقاء ما يحبوني وما احبهم؟ ما اقدر. أنا أحتاج دافع للحياة. تنبي تنجح في أي شيء خلي الحب دافع. تنبي تنجح في المدرسة لازم تحب المدرسة، بدون ما تحب المدرسة ما راح تنجح. وأزيد الناس
تتوقعون شبابنا وشاباتنا وشباب مالنا الطلبة ليش ما ينجحون؟ لأن المناهج صعبة؟ لا، لأن بصورة بسيطة ما يحبون المدرسة. وليش ما يحبون المدرسة؟ تدرون ليش؟ مو لأن المدرسة ما يحبونها، بالعكس هم يروحونها لأن هناك في أصدقائهم يتجمعون هناك. هم ما يحبون القعدة الصبح، صح لو لا؟ ها؟ اي مساكين الله يساعدكم ان شاء الله. ما يحب يقعد الصباح، عشان كذي بس من يشم اجازه اول شيء بيسوي في الاجازه هو ايش؟ ينام. ما في امل احد يقعدني، ينام ويسكر الغرفه مالته ويخلي عليها يسمونه ممنوع الاقتراب وما لا حد يطب 16 ساعه ما تجيب راسه. القضية هني، تنبي تنجح لازم تحب الدراسة، تنبي تنجح في أي مادة لازم تحبها، لا تنبي تنجح في حياتك، تنبي تحب تنجح في الكرة لازم تحبها، تنبي تنجح في أي شيء في حياتك لازم تحبه. إذا ما حبيته ما راح تنجح، إذا ما حبيته ما راح تنجح. ليش أنا نص الموجودين مثل ما أقول الدراسات الموجودين في العالم ما يحبون أشغالهم؟ عشان كذي نص الموجودين في العالم مو ناجحين، ما يحب شغله. انت تنبي تبدع لازم، تنبي تنجح في شغلك لازم تحب هذا الشغل. الحب مولد الابداع. اكثر الناس المبدعين يحبون الشيء اللي هم يقومون به. لو ما يحبونه شلون يبدع فيه؟ شلون تبدع في شيء انت ما تحبه؟ شلون تبدع في شيء انت ما تحبه؟ لذلك انتم تشوفون هادين الناس اللي يبدعون في توصيل رسائل الحب الى الاخرين. اذا حب واحد ينبي يوصل رساله حب اليه ان انا احبك، وش يسوي؟ يسوي امور غير طبيعيه وغير يعني ما تخطر على بال احد، قاعد يبدع في ايصال رساله الحب مالته الى الاخرين. انا احبك، بسوي لك شغله كبيره جدا تدل على ان انا احبك. ما تقدر تبدع بدون ما تحب. ما راح تبدع في حياتك، ما راح تبدع في شغلك، ما راح تبدع في دراستك، ما راح تبدع في اي شيء يتصل هواياتك، ما راح تبدع في اي شيء اذا انت ما تحبه. تبي تبدع، تبي تصير مميز، تبي تصير مميز في الشيء اللي انت تقوم به لازم تحبه. شيل الحب منه، هذا الشيء غير طبيعي. ما تحب، ما تحب تقوم به بس 5 دقائق وبتستمل منه. لكن مثلا انا قبل سابقا حب كرة القدم كان داخل مخي ما موجود، يعني تفتحه موجود كورة بس، صبح كورة، عصر كورة، ليل كورة. وش فيها حلوة؟ وانا مو قاعد افوشر الحين، بس كنت احسن لاعب في سترة. تنبي تبدع في شيء انت تقوم به لازم تحبه. لو ما حبيته ما راح تبدع فيه ابدا. فالحب مولد الابداع. الحب لا يعترف بالعوائق. سمعتون سالفة ان الحب اعمى؟ من وين يدري شنو صار الحب اعمى؟ اي بس شنو صار يعني السالفه؟ يعني معنات الحب اعمى وان ما يرى، ما يشوف العيوب، يشوف بس المحاسن. بس شنو صار الحب اعمى؟ انا اقول لكم قصه. السالفه مو كذي، يعني في واحد خلى الحب يصير اعمى. قبل ما يخلق الله الخلق، القصه اعتباريه مو صدقه، عشان لا واحد بعدين يوصل لي من وين جايب هالحكي. زين، قبل ما الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق على الارض، خلق بس المشاعر والقيم موجوده فيه. كانت المشاعر والقيم تهاجر في هذا الكون، في هذه الأرض. يوم من الأيام توقفت المبادرة. المشكلة على هذه الجماعة اللي قدامي. كذي زين؟ أخاف عليكم. يوم من الأيام توقفت المبادرة وقالت إلى الجماعة اللي وياها: ليش احنا قاعدين بس نهاجر كذي؟ خلونا نلعب لعبه. قالوا لها: شنو نلعب؟ قالت زيهم هي اللعبه، في كل مكان في البحرين لها اسم غير.
والبحرين هالنتفة هذه. واحد يحسب والباقي يروحون يتغيبون. شنو تسمون انتم؟ صييده وش؟ فشيشه صييده وميده اشياء واجد. المهم هاي اللعبه عرفتونها؟ لا ما بقول. زين قالت ليهم واحد مننا يحسب والباقي يروحون يتغيبون. قالوا زين من هو اللي بيحسب؟ نط الجنون وقال انا بحسب. قالوا لي زين تمام روح احسب. انتوا تحسبون لكم؟ زي يلا العشرة. احنا في سترة عندنا الفلافين ولا نهتم. زين راح الجنون يحسب. واحد اثنين ثلاثة. الكذب قال انا بتغيب. قال انا بتغيب في ورا الشجرة وراح طب في برشة ماي. كذاب. الرقة راحت تغيبت في القمر. الخيانة ويسموه والرذيلة راحوا بسطوا في المزابل مكانهم. بقى الحب ما يدري وين يروح. ثمانية تسعة عشرة أجي الحب كان واقف قدام كومة ورود حمراء. فقال ما عندي إلا هي ورود الحمراء وراح نط داخل هذه الكومة من الكبيرة من الورود الحمراء. بس التفت الكذب وراه وإذا بالكذب الجنون بس التفت إذا الكذب طالع من الماء وهو ينافخ بدون ما الجنون يتعب روحه. اكتشف الكذب. لذلك الكذب عبلة قصير هو يكشف روحه بروحه. الكذاب هو يكشف روحه بروحه ما يحتاج التعب روحه شوية. زين راح رفع راسه شاف الرقة موجودة في القمر. شاف الرقة راح المزابل شاف الشلة المؤمنة كاملة هناك قاعدة صادهم كاملهم. قاعد يدور على الحب ما حصل. كل مرة يروح مكان ما يحصل. دور في كل مكان ما يحصل. أخذ عنده عمود من خشب ومدبب قاعد يدور 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 ما حصل. الحسد حسد الحب ان الحب انه صاده الحب ما صاده. وراح الى الجنون وقال اليه شفت قص عليك راح بيتهم كون سوون كذي بعد الاول. شفت قص عليك راح بيتهم. الجنون استجل صاده نوبة جنون أزيد من اللي كان فيها. وعنده هذه العصاية الكبيرة وكان واقف صوب كومة الورود الحمراء. صادت نوبة الجنون فأخذ يضرب هاي الكومة الورود الحمراء بكل ما أوتي يضرب 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 فيها. الحب قال خلاص خلاص بطلع بطلع. وقف الجنون وطلع الحب من كومة الورود الحمراء حاط ايده على عيونه. الجنون بط عيون الحب. صار الحب اعمى. جاء الجنون يعتذر الى الحب. سامحني ما ادري هذا كله من الحسد. قال له الحب انا مسامحنك. لان عاده كذي اي واحد يحب واحد من يجي يعتذر اليه يسامحه. اب أبنائه قد يكونون عاقين. أم أو أبنائها عاقين يسوون مشاكل واجد. من يجون إليها ويعتذرون سامحهم. ليش سامحتينهم؟ أحبهم. أنا أحب أصدقائي يسوون أخطاء في حقي بس يعتذرون أسامحهم. لأن الحب هو اللي يخلينا نسامح. الحب هو اللي يخلينا نعيش. إنزين صار الحب أعمى. قال الحب إلى الجنون أنا بسامحك بس على شرط واحد. شنو هذا الشرط؟ قال أنا أسامحك بس على شرط أنك أنت اللي تقودني في الحياة. الحين أنا أعمى فأحتاج واحد يقودني. فصار الحب أعمى واللي يقود الحب الجنون. عشان كذي الحب ما فيه أي نوع من المنطق. ليش؟ اللي يقوده الجنون واحد مخ ما فيه.
الحب ما في غير شيء من المنطق. ممكن واحد يحب واحدة ما فيها أي شيء من الأمور اللي تخليه يحبها، لكن حبها. ليش حبيتها؟ بس حبيتها. ويجي له الشباب وهو جاي إليك رايح دايخ حده، تو مخلص محادثة واتساب، ويجي إليك ويقول إليك سيد الحب حلال لو حرام؟ طبعا هذه واجب احنا نصيد، يعني يصير الينا. ومن يجي لك واحد يقول لك سيد الحب حلال او حرام، تعرف ان عنده ينبيك انت تقول له حلال عشان يروح يتكلم على راحته. واحد راح لامير المؤمنين عليه السلام وقال اليه مولانا الحب حلال او حرام؟ امير المؤمنين شنو قال اليه؟ واهل الدين؟ قال له الدين هو الحب، اي حب بدون دين هذا مو حب. المهم فالحب ما يعترف بالعوائق. عشان كذي لاحظوا الافلام الهنديه، الفيلم الهندي وش فيه؟ لا حد يسوي روحه ما طالع فيلم هندي. الفيلم الهندي وش فيه؟ البطل مضروب 5 رصاصات، ثنتين في عيونه، ثنتين في قلبه، وواحده في مخه، وحي زين. وقدامه جيش من هادين العصابة، وصاحب العصابة رئيس العصابة ورا هناك، طبعا جيش هادي يمكن 1000 واحد، وصاحب العصابة قاعد هناك مجود حبيبته، مضروب 5 رصاصات، ثنتين في عيونه، ثنتين في قلبه، وواحدة في مخه، وحي. ويركب سيارته والسيارة خالطة، يضرب أول سلف ما تشتغل، ثاني سلف ما تشتغل، ذاك المجرم يضرب حبيبته كف ينقهر، يضرب السلف الثالث تشتغل السيارة، ومضروب 5 رصاصات، ثنتين في عيونه، ثنتين في قلبه، واحدة في مخه، ويدوس ريس ويدخل في أعراضهم زين. طبعا من يدخل في أعراضهم كل واحد كاف شوته وما أدري وش يشلخهم كامل، شلخ 500 واحد بس هو قاعد داخل السيارة طبعا ما حول زين. إيه بس كاف وشوته وخلاص، وما يقوم ذاك ما يفن الضربة، السيارة توقف في النص. خب ما يصير بعد خالطة يعني، مو ما بتخلص بتكمل للنهاية، ومضروب 5 رصاصة، ثنتين في عيونه، ثنتين في قلبه، واحدة في مخه. ويحول من السيارة ويتجمعون عليه كلهم مسلحين، رشاشات، سيوف، مضارب، ما أدري شلون، وهو تسطير تشخ تشخ، ويفل يضرب واحد كف يفلته 15 دورة، يطب على 10 يقتلهم وياه، وكفان وشوته وكذا وشلخهم كامل، مضروب 5 رصاصات، ثنتين في عيونه، ثنتين في قلبه، واحدة في رأسه، شلخ هادين 1000 كامل، وهو مشلخنهم طبعا كاملهم، خدوا 5 دقائق وياه، شلخهم كامل. داك الرجال زين اهرب له البطل الشرير، اهرب زين، لا قاعد. يقوم هذا البطل يروح يصيد ذاك البطل الشرير ويضربه بار، ذاك طول الفيلم قوي حده، ما حد يسوي يوقف في وجهه وما حد يتكلم إليه، وبس يصيده في نهاية الفيلم. لازم هذا البطل الشرير، البطل الزين المضروب 5 رصاصات، ثنتين في عيونه وثنتين في قلبه واحدة في رأسه، يصير دبانة وتسطير كيف شوته كذا شلخه الشلخ. أخير شيء يضربه بوكس من بداية الفيلم في حديدة طالعة من السور. احنا ما ندري هاي الحديدة طالعة من السور ليش زين، سبحان الله هذا البناي اللي يوم ما خلى هاي الحديدة طالعة، أعطاه بوكس قلبه قلبه قلبتين 3 14 قلبة، هي بعيدة لا لازم يقالب، وسبحان الله ما يدري يعني مو قصده قصده بس يضربه. ما شفنا الا هذا البطل الشرير لزق في هاي الحديدة ومات.
والبطل الشريف مضروب خمس رصاصات، الحين أثرت الخمس رصاصات قام طاح طاح، جت إليه البطلة يعني وجولت رأسه وجو الإسعاف، بس من طاح جاء الإسعاف أخذه وداه المستشفيات الهندية دائما أي واحد يدخل وهو ميت يطلع وهو صاحي، وهذا مضروب خمس رصاصات في اثنين في عيونه في اثنين في قلبه واحدة في رأسه وطلع صاحي ولا كأن صايدنا شيء، وطاح مطر وحطوا أغنية وانتهى الفيلم. وش يبون يقولون لنا؟ شوف العوائق، مضروب خمس رصاصات والسيارة خالطة وقدامه ألف واحد ومسلحين وكذا وقواي، وذاك الشرير تحصله وزير أو ما شابه، يعني ما يخلوه شيء أي واحد شرير رئيس عصابة، لكن كل هذا ما خلاه يتنازل، ما خلاه يعترف بهي العوائق، لأنه عيونه على حبيب ما حبيبته وبس. الحب ما يعترف بالعوائق، اللي يحبون يطالعون بس أحبتهم، ما يطالع الطريق إلى حبيبه شنه. قد يكون هذا الطريق مليء بالعوائق، مليء بالمطبات، ما يطالعه، يطالع حبيبه ويطالع حبيبه وبس، ما ينبي إلا حبيبه، ما ينبي أي واحد ثاني غير حبيبه. هذا هو الحب. الحب هو طريق الكمال، تنبي تصير كامل لازم تحب، لازم تحب. ماكو واحد في العالم، حتى هتلر عنده حبيبه، صدام عنده حبيبه، ما يقدرون يعيشون بدون حب. ماكو واحد في العالم يقدر يعيش بدون حب. تنبي تصير كامل لازم تعيش بالحب، على الكمال اللي في راسك. انا ما ادري هو شنو، لكن ما احد يقدر يتكامل بدون ما يكون في حب في قلبه. اي واحد في العالم، روحوا شو اقراوا رساله الامام الخميني الى زوجته يوم راح الحج، تقول هذا انا الامام الخميني كتب كذي، رساله مليئه بالحب. الحب موجود في قلب كل واحد، تنبي تصير كامل لازم تحب. اخيرا، الحب به يعبد الله سبحانه وتعالى. اي عباده خاليه من الحب ما فيها اي نوع من الفائده، ما راح تتحرك في حياتك، ما راح تصير مقبوله، لان الدين هو انك انت تعبر عن حبك الى الله سبحانه وتعالى، انك تقول الى الله انا احبك. متى اخير مره قلت الى الله انا احبك؟ طبعا انتم كلكم تحبون الله، من ما يحب الله؟ اللي ما يحب، من اللي يحب؟ اكيد، بس هذا اقرار. زين، انت لما تحب واحد مو كل يوم تملله في الواتساب احبك احبك احبك؟ لما تحب زوجاتك مو تروح تقول لها احبش؟ النساء لما يحبون قول يسمونه مو يروحون يقرون نزار قباني قل لي احبك كي تزيد وسامتي، والشباب من يحبون راحت على اطواف الديره وراحت على طاولات مال المدارس. الحب عذاب ومشكله وقلب مجروح، سويتونا. الحب عذاب ومشكله وقلب مجروح، اتش زائد ام وما ادري شلون. والاوليين بعد يعني مو خل ما بنخلي على الشباب، على الاوليين بعد يسوي يودي لها صره مشموم ويقول لها انا احبش. انت تعبر عن حبك، تعبر عن حبك الى اللي انت تحبهم. لما انت اب ترجع الى البيت وحامل وياك هديه الى ولدك، انت قاعد تعبر عن حبك، تاخذه في حضنك تقبله، انت قاعد تعبر عن حبك. لما تروح لزوجتك تقول لها انا احبك، انت قاعد تعبر عن حبك. ممكن انك انت ما تعبر واجد عن حبك الى زوجتك، الى الزوجه، الى زوجها، او الكبار في السن، او ما ادري وش، ما يعبرون بصوره كبيره، لكن الحب موجود. بس الله سبحانه وتعالى احنا نلتقي اياه خمس مرات في اليوم، يعني معقوله ما نقول اليه ان احنا نحبه؟ كم مره قلت الى الله انا احبك طول عمرك؟ وكلكم تحبون الله، كلكم تحبون الله. انت عندك محبوب
قد يكون ما شفته ما عرفته، وتتحين الفرصة لو تشوفه تنبي تقول له أنا أحبك. لو يوم من الأيام الله وفق إليك وشفت سيد نصر الله، ما تنبي تجوله وتقبله وتقول له أنا أحبك عليه؟ إنزين الله أنت تشوفك اليوم هو أزيد من سيد نصر الله، ليش ما أقول إليه أنا أحبك؟ يوم من الأيام صاد بني إسرائيل قحط، أنا أبي أقول لكم إيش قد الله يحبكم. يوم من الأيام صاد بني إسرائيل قحط، تفتوا ياي، فزعوا راحوا إلى نبيهم موسى عليه السلام، قالوا إليه ادعوا الله سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر. قال لهم خير، نطلع إلى الصحراء كلنا ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر. وطلعوا إلى الصحراء، قعدوا يدعون وياهم موسى عليه السلام. موسى من؟ كليم الله، واحد يتكلم ويا الله مباشر، خط ساخن بدون واسطة بدون واحد، عنده خط ساخن ويا الله يتكلم ويا الله مباشرة. ملتفتين السالفة كيف؟ واضح القضية شلون؟ أنت تتكلم ويا الله مباشرة، موسى كذي يتكلم مباشرة ويا الله. التفت إلى الله قال إليه ربي دعوناك أن تنزل علينا المطر وما استجبت لنا. فقال إليه الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى موسى، يا موسى بينكم عاصي. فقام موسى خطيب إلى قومه قال لهم الله سبحانه وتعالى ما يستجيب إلينا لأن بيننا عاصي، فإذا هذا الرجل موجود بيننا خليه يرجع عشان الله سبحانه وتعالى يستجيب إلى دعانا. هذا الرجل عرف نفسه، عرف أنه المقصود، لكن المشكلة إذا قام وطلع راح ينشهر، راح يفضح، بيقولون هذا العاصي اللي الله سبحانه وتعالى ما استجاب لنا بسببه عليه. فما في ملجأ من عند الله سبحانه وتعالى إلا إليه. هذا عصاه شقاد عشان الله غضب عليه، مو راضي، مو منع الناس من الغيث بسببه، غاضب عليه الله. هذا على طول عرف، سجد إلى الله سبحانه وتعالى سجده وقال إلى الله إلهي لا تفضحني أنا تبت إليك. هاي السجدة خلت من عندك كم ثانية؟ ثانيتين يمكن، بس سجد هاي السجدة على طول اتجمعت الغيوم ونزل المطر. موسى التفت إلى الله وقال إليه ربي ما أحد طلع ونزلت علينا المطر. قال له إيه يا موسى، عبدي آب إلي، تاب إلي، رجع إلي، فوالذي به منعتكم به رزقتكم. صار شوف في ثانيتين كان من عاصي صار إلى درجة عبد، صار مو بسببه يمنعون، صار بسببه يرزقون. سجدة أم ثانيتين، لأنه رجع إلى الله. فقال موسى إلى الله ربي علمني من هو هذا، خلنا نتعرف عليه، صار واحد من أولياء الله سبحانه وتعالى. فقال الله شوف إيش قد الله يحبنا. قال له يا موسى لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه بعد أن تاب إليه؟ يوم كان يعصيني ما فضحته، الحين عقب ما رجع إليه أفضحه؟ الله يحبنا حب غير طبيعي، الله يحبنا بشكل كبير، الله يحبنا أعطانا عيون نشوف فيها، روح شوف الناس اللي ما يشوفون، الله يحبنا أعطانا قوة نتحرك فيها، روح شوف الناس المكسرين، الله يحبنا أعطانا لسان نتكلم فيه، روح شوف الناس اللي ما يتكلمون، أعطانا أذن نسمع بها، أعطانا عقل نفكر فيه، روح شوف المجانين. شوف الله سبحانه وتعالى شقد يحبك. بس أنا متى رديت هذا الحب إليه؟ لو أنا أجي إليك وأقول لك أنا أحبك وأنت بس تسكت وما ما ترد علي، أنا أنجرح حتى لو أنت كنت تحبني. زين أنا هذا بيني وبينك، الله سبحانه وتعالى واجد قال لي
أنا أحبك. متى أنا قلت إلى الله ويا رب وأنا أحبك بعد؟ متى؟ زين، متى طافت؟ إلى متى ما بقول إليه؟ إلى متى بسكت؟ إلى متى ما برد إليه؟ الحب اللي أعطاني إياه. في واحد منكم يقدر يقول إن الله سبحانه وتعالى قصر عليه، ما رزقه، ما أنعم عليه، ما التفت إليه، ما أعطاه، ما وفقه؟ طالع روحك في المنظر وبتعرف إن الله سبحانه وتعالى يحبك. هذا الحب مثل ما أنا أعرفه. الآن الحب انتون شلون تعرفونه؟ وين اللاسلكي؟ عرفوا لي الحب مثل ما انتون تعرفونه. هو عذاب، عذاب من؟ من هو بيتكلم عن الحب؟ هادين اللي في الزاوية هناك اللي ما الحب ما العذاب يعرفون واجد. اللي طالع في السقف يعرف زيادة. يقول له يلا لا وين عجلك اللي في على ما في دفتر ما خليتون فيه؟ تفضل. الحب احساس وشعور يختلج في كل نفس. بالي ويحركها، مو بس يختلج، يختلج ويحركها ويخليها ترتاح. من تشوف حبيبك على طول تبتسم، من تشم ريحته على طول تبتسم، من تشوف اي شيء يدل عليه على طول تبتسم، من يقولون اسمه على طول قلبك تزيد ضرباته. منهم؟ السلام عليكم سيدنا. سلام. طبعا الحب دائما يقرن بالقلب، والقلب هو اهم عضو في جسم الانسان، وبدون لا حياه. كذلك هو الحب بدون لا حياه. احسنت. عندي بس قصه سريعه ربط ان الله سبحانه وتعالى شلون يحبنا. قصه حصلت لي في الحج. معانا واحد من الحجاج لما زاد عليه اللود شوي وتعب في المناسك خصوصا، رجع من اخر عقب النفره، فصخ الإحرام وقال افتكينا خلاص بعد ما عود هاجي الحج. قالوا للحجاج اللي وياه هذه الكلمة لا تقولها، لأن يعني هذه تقصف بعمرك، وهذه وانت الحين يعني خصوصا في اللحظة هذه تعيش أعلى درجات الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وقال لا أنا تعبت، ويعني واجد تعبت، والحمد لله واجب وأديته، بعد ما أبي أجي مرة ثانية. وسبحان الله كان في إصرار من الجماعة ويانا، لا لا تقول كذي، ترى الله كريم، الله يقدرك مرة ثانية مثل ما قدرك هالمرة وإلى آخره. في آخر يوم في مكة عادة الحملة تسوي سحوبات على جوائز، وإذا بحجة مجانية تطلع إليه. سبحان الله. وعقبها مباشرة توجه للكلام إن شوف أنت شلون أقبلت إلى الله والله شلون أقبل إليه. فهذا يعني كرم الله علينا. أحسنت، بارك الله فيك. أحسن. طالع الحب شلون معنا؟ وين انا بس ما بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. شي واحد هو الحب؟ اذا بتقول عن الحب شي واحد يولد فيك الاشتياق للي تحبه، يعني انا قاعد اشوفه انا يولد فيك الاشتياق وما اشوف شي غيره ويخليك شواجد، بس ان انا ما اعرف اعبر يعني عن الشيء. ادري ادري ادري، بس شوفت كنت تخوف أكثر اللي يحبون كذي ما يقدر يعبر، يسكت. إن الصمت في حرم الجمال جماله. بيت الشعر يقول إن المحب لمن يحب مطيع، الطاعة مثل جزء كبير من الحب. صح، الطاعة تمثل جزء كبير من الحب. لازم احنا نعرف نحب من هو، عشان اذا حبينا واحد ما يستاهل فاحنا بنطاوعه في غير رضا الله سبحانه وتعالى. طبعا نشكر سيدنا على هالمحاضرة الجميلة. الحين ما خلصنا. اي مبين.
بالنسبة إلى الحب طبعاً ذكرت عن حبنا إلى الخالق وحب للطرف الآخر. أنا يعني أبغي منك كلمة والشباب موجودين وسرنا طبعاً تحتاج إلى هذا الحب اللي قد يجابه بالطرف الآخر أن يكون للوالدين. كثيرين ما يعدون الشيء اللي مر عليهم في حياتهم مع والدينهم ويعتبرون شيء ماشي في الحياة، لكن بعدين الله يطول في عمر الآباء والأمهات لما يتوفى أبو أمه يقول أفا ولا مرة قلت لها أحبش وكل مشاكل وياها وكل مشاكل وياها، بعدين يعرف أنه وبعدين كل حصل في المقبرة. فنبغي منك كلمة بسيطة. جاي من المحاضرة فيها الجو راح نعيش فيه، لأن إحنا لما نتكلم فيه الحين خلاص ما هو شعوركم الآن مستانسي؟ واجد زين أكيد. شلون شعوركم؟ تمام؟ نكمل؟ نولع ليت وردي؟ خلي أزرق؟ اللي جاي راح نتكلم عن هو الحب بين الجنسين ومن ليش يصير حب بين الجنسين. بندخل في سالفة الحب داخل البيت. الحب بين الجنسين اللي هو الآن موجود بكثرة ويطلبونه الشباب، أول ما الشباب يجي من يدخل في مرحلة المراهقة يميل إلى الجنس الثاني فطريا. شيء طبيعي انك انت من تدخل الى مرحلة المراهقة تميل الى الجنس الثاني فطريا، الرجل يميل الى المرأة والمرأة تميل الى الرجل. هذا الامر طبيعي، هذا الامر طبيعي. بل لو ما مالوا الى بعض، لو ما مالوا الرجل ما مال الى المرأة او المرأة ما مالت الى الرجل ومالوا الى مثيلهم في الجنس، هذه مشكلة. هني في خلل، لأن الطبيعي أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذا الأمر الطبيعي. بس هذا صار إليش؟ لأن البنت ولأن الشاب دخلوا في مرحلة اكتمال الجسم. البنت اكتملت جسمها والرجل اكتمل جسمه. أمس بس كان صوته ناعم، يوم بس ثاني صار صوته خشن، نبت إليه الشعر، طلعت عليه علامات الرجولة، صار رجل الآن يميل إلى الجنس الثاني. المرأة هم كذلك، البنت اكتمل جسمها، طلعت هرمونات الأنوثة عندها تميل إلى الجنس الثاني. هذا الأمر الطبيعي، إذا مال إلى مثيلة في الجنس هذا الأمر الغير طبيعي. هني تتولد مشاعر عاطفية يعتقدون أنها حب. منه هذا ميل عاطفي إلى الطرف الثاني. فمن يشوف بنت شاب، من يشوف بنت، طبعا المراهقة من 14 إلى 21 هذا مراهق. من يشوف بنت على طول وهذه البنت تبتسم إليه حبتني. كان في هذا ويانا واحد في أوكرانيا، ويانا واحد شغال كبير في السن يعني رجل زين. هناك الوضع الطبيعي كذي، طوف تخلي واحدة الطوف تبتسم إليك. طاف مرة كذي يعني صرنا واحدة طافت، احنا عطيناها مجال يعني، فابتسمت إليه ليقول شوف طالع سيد حبتني. قلت حبتك على وين؟ المهم فصير عنده مشاعر حبتني. هذا ميل، هذا أمر طبيعي، هذا الميل أمر طبيعي، مو حب. الحب اللي تكلمنا عنه، الحب هو أنك تقتل روحك عشان حبيبك. الحب هو مو الفيلم الهندي بعد اللي قلناه، لا مو أبو خمس رصاصات، هذا مو حب، هذا حب نسخة. ها ما شاء الله حافظينه. أنا في المحاضرة الجاية أخاف أن أنا أقول ثنتين في الرأس، فأنتون ضبطوا الحسالفة. زين هذا ميل طبيعي. من يبلغ، من يدخل في مرحلة المراهقة يميل إلى الجنس الثاني، يحسبون أنه حب، خصوصا حين يكون الحب مفتقدا في المنزل. هذا الابن وهذه البنت
احنا هذا اللي موجود في منازلنا للاسف. حصل الحب متى؟ اول ما كان وهو صغير، اصغر من 7 سنوات كان عندنا قانون موجود في كل بيوت كذي. اصغر من 7 سنوات تقدر تقول له انا احبك، تضمه، تقبله، تحضنه وتاخذه وياك في كل مكان، لانه اصغر من 7 سنوات. من يصير عقب 7 سنوات خلاص العيون الحمراء وتشخ تشخ والتصفيق ومن وين جاي مسكين، وين راح الحب مال امس؟ تو امس كنت تتحبني وتاخذني في حضنك وين راح؟ افتقد الحب لمده 7 سنوات. ابوه امه ابوها امها ما يعبرون عن حبهم اليها. شنو اللي يصير؟ هذه مفتقدة الحب، والحب حاجة موجودة عند كل إنسان كان عمره 6 سنة واحدة يوم واحد أو كان عمره 99 سنة، ماكو واحد ما يحتاج إلى الحب. هذا افتقدوا الحب لمدة معينة، فراحوا يدورون عليه. يروح يدور عليه في وينه؟ يروح يدور عليه الشاب، يدور عليه عند أصدقائه. زين ما حصل عند أصدقائه، البنت ما حصلته عند صديقاتها، وين يروحون يدورون؟ يروحون يدورون في المجتمع ككل. أي ما واحد بيقول لها، بيقول له أنا أحبك، أي واحد وياي حبيبي، خلاص ولا أنا في النص احنا، اي واحد بيقول لها، اي واحد بيقول له، اي واحدة بتقول اليه انا احبك، بيصدق روحه، صار رومي وصارت هي جوليت وخلاص. وبتشوفه كله مجود الواتساب وقاعد في الزاوية الظلامة ويتكلم في الواتساب وصوبه سترس والجقارة بالمقلوب. زين وكله انا احبش، انت تحبيني وهي تحب، وهي بعد انا احبك انت تحبني، وبس سوالف كذي، بس انا احبك انت تحبيني. زين شيء ثاني، انتم قاعد تحبون بعض له، اوكي وش واتس نيكست، وش بعدين؟ ما يدرون. احنا بس بنقول هذا الكلام الى بعض لانهم يدورون عن الحب. فاذا هو الحب بين الجنسين قبل الزواج ميل عاطفي وحاجة عاطفية. عنده حاجة عاطفية لأنه فاقد الحب داخل المنزل، وعنده ميل عاطفي لأنه بلغ الآن وهي بلغت، فقاعدين يميلون إلى بعض فطريا. مو حب الميل العاطفي والحاجة العاطفية، مو حب. الحب الحقيقي هو اللي يخليني فعلا أذوب في محبوبي، ومو يخليني أنسى عيوبه، لا، يخليني أدافع عنه، يخليني أكمله، يخلي هذا الحب الحقيقي. مو الحب مال التلفزيون ومال الأفلام الهندية، مو الحب مال الواتساب والمكان الظلامة والسترس، لا، هذا مو حب. فإذا ميل عاطفي وحاجة عاطفية هو إذا ليس بحب. اللي يصير بين الجنسين مو حب أبدا. والآن خلنا نثبت شن هو الدليل على أن الحب بين الجنسين مو هو الحب. أنا بسألكم عدة أسئلة وأنتم جاوبوا. هل هذا الحب عقلاني؟ ليش أقول عقلاني؟ أنا أجي أقول إلى هذا الشاب، أنت شفتها؟ مثلا شفتها طرشت صورة ما شابه كذا، أوكي، هل الحب القائم على الشكل حب عقلاني؟ أنا الناس اللي خاطبين أول ليلة أقول لهم لا تروح لخطيبتي تقول لها أنا أحبش لأن أنت كذاب، توك شايفينها ما تحبيتها، متى شافها في المقابلة مرة، في الفحص مرة ثانية، يوم يروحوا يصوروا مرة ثالثة، بس هذا كلام ثاني. وحتى لو نسيبته، حتى لو كذا وطرشوا رسائل حب وما أدري وإيش، هذا كلام ثاني. لكن أول مرة أنا أعرفها، توي داربها، توي شايفينها، توي ملتقيها، هي 3 لقاءات ويقعد ليلة الخطوبة، الصدقين أنا حبيش وحبيتش وأدوخ وما أدري وإيش، وهي صدق طبعاً لأني محتاجة للحب، صدقاني بعد حبيتك. زين هذا الحب، هذا اللي خاطبين، وهذا الحب ممتاز مطلوب بين الزوجين.
لكن هذا اللي بين الشاب وبين الشابة حب عقلاني. على أي أساس حبيتها؟ خلنا أقول لكم هاي القصة. يوم من الأيام أيام الماسنجر، طبعا الصغار ما يدرون وش ماسنجر له الحين، راحت ذيك الأيام. المهم أيام الماسنجر، في يوم من الأيام جالي واحد من الشباب وقال لي سيد أنا أحتاجك حاجة كبيرة. قلت له آمر حبيبي. قال أمبيك تقنع والدي أن أتزوج. قلت له خب أنت على وجه زواج يعني، وما في شيء قاصر أنك وش أقنع فيه يعني. قال لا لا، البنية اللي باخدها متعرف عليها في الماسنجر. قلت له ها هذه صعبة الحين. قال إيه لكن أمبيك الله يخليك وقف وياي وما أدري شلون قنعة أحبها 4 سنوات أتكلم وياها ما أقدر أعيش بدونها بموت إذا ما خديتها. قلت له خلاص صل على النبي، حورت بفادي ورحت لأبوه وقلت إليه أكو خلاص صبيين بيتزوج وعشايف البنية وما أدري شلون كذا، خلاص خلي ياخدها ولا توقف. خلاص بحسك هو غلط يعني، بس قال لك يلا ما دام بيتزوجوا في النهاية مو مشكلة. حددوا يوم للمقابلة وراحوا المقابلة ليلة خميس الظاهر ليلة الجمعة. يوم المقابلة هي ليلة الجمعة كذي، قبل صلاة الفجر بساعة تلفوني رن 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 وأنا بند وهو يرن وأنا بند وهو يرن. هو هذا أبو الشباب يتصل، حتى زوجتي قالت لي رن يمكن صاير شيء. في النهاية رديت عليه نعم هلا بالمعرس. قال أي معرس. لا وش صاير؟ اللي يقول الغوث الغوث خلصنا من النار. قلت له وش صاير؟ قال لازم أجي إليك. قلت له وين جلي ساعة الحين كام؟ 3:30 حارس للأذان. قال لا ما في حارس ما نمت أنا لازم أجي إليك. قلت له زين يلا تعال. هو جاء جاء ها حبيبي وش صاير؟ قال سيد أبيك مثل ما قنعت أبوي أخذها تعال اقنعه إن ما أخذها. قلت لي ليش؟ هذا أبو الشباب راح المقابلة ويحسب إنه بيشوف سندريلا، شاف مو سندريلا. 4 سنوات كان يحسب إنه يتكلم ويا يسمونه ويا ملكة جمال العالم، لأن كامل الشباب كذي كلهم كذي. لما يتكلم وياها يحسب انه قاعد يتكلم ويا ملكة جمال العالم، الصورة اللي موجودة في ذهنه. وهي بعد تحسب هو بيجي على الإلهة على خيل أبيض وبيبركنه بره وبيجي. قلت له لا يا حبيبي هذه حربك انت الحين بروحك ما أقدر. قال ما أقدر أخذها. قلت له وين ما تقدر تأخذها؟ أمس بموت إذا ما خديتها 4 سنوات تسولف وياها وما شاف. شافها ما عجبه خلاص انتهى الحب. شنو هذا الحب اللي بأول هزة يموت؟ شنو هذا الحب اللي قام على الشكل؟ شنو هذا الحب؟ هذا حب أنت يعني ترضى أن حبك إلى الطرف الثاني وانتين ترضين أن حب ذاك إليش قائم على الشكل، مو على أساس عقلاني، مو على أساس أن هذا طيب محبوب كذا خلق ودين. فهذا الحب إذن مو عقلاني. سؤال ثاني، هل هذا الحب له نتائج إيجابية على مستوى الفرد والمجتمع؟ المجتمع يستفيد من هذا الحب؟ إنزين إذا ما لو يستفيد منه ليش يمنعه؟ مجتمعاتنا ترضى أن واحد يحب واحدة والحالة دربك أخضر والحالة يسمونه بصرة وما شابه يرضى؟ بيستفيد هذا نفسه اللي يتكلم ويا واحدة، هو بيستفيد ديك بتستفيد؟ أنا أعرف أكثر الشباب أعرفهم إذا عرف إن اللي بيتقدم إليها حتى لو هم كلم 90 وحدة، إذا عرف اللي بيتقدم إليها إنه مكلمة واحد قبله ما يرضى ياخدها. ليش ما ترضى تاخدها؟ كلمة يسمونه واحد قبلي. زين أنت يسمونه الشعب يستغيث منك. فلاحظ أن هذا ما إليه نتائج إيجابية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع. بعد هل هذا الحب مرضي من قبل المجتمع؟ إذن لا، لماذا لا يصرح به أصحابه؟ هذا الحب المجتمع يرضى به؟ موافقين أنتون على حب من هاي النوع؟ أن واحد يتعرف على واحدة وواتساب أحبش وتحبيني وكل لايكات في الانستغرام؟ إنزين
ليش اللي يحبون هذا النوع من الحب تشوفهم في الزاوية مو أنت حبيبي زين قاعد 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 تشوفهم في الزاوية الظلام مالت الديرة ومجودين التلفون وقاعد يسولف ليش ما تتكلم قدام الناس ليش ما أنت في الماتم وأنت في المسجد وأنت في كل مكان وقدام هذا أخوانك وبيتكم وأهلك وأصدقائك قاعد تكلموا يا حبيبتي ليش ما تصرح بها أنت ما تصرح بها وانتين ليش بعد البنت إذا جبي يتكلم وياها طرش لها واتساب أم بيأتصل إليش أم بيأتكلم وياش راحت دخلت حجرتها وصكت الباب 14 قفل ودخلت تحت المنام و15 برنص فوقها وقالت ها حبيبي وش تنبي ليش لأنهم هم أنفسهم مراضين بهالسالفة هم أنفسهم يدرون أنه قاعد يسوون شي غلط لو هم يدرون أنه قاعد يسوون شي صح شان صرحوا به قول إلى الناس أنك أنت تحب وتحب فلانة ليش ما تقول فإذا لأنه مو مطلوب مو مرغوب أنت ما تصرح به هل هذا الحب شرعي يجوز القيام به يجوز حلال أو حرام هذا الحب هذا الحب لا ما يجوز يجون شباب واجد يبون يعدلون السالفة ويعدلون يطلعون إليه يسنفرونها يطلعون لها مخرج شرعي لا احنا بنسولف بس في أمور الدراسة بنسولف بس في هالأم هذا طبيعي يعني مثل ما أسولف يا صديقي بسولف وياها شيء عادي أنا بقول لك هل يأمن الشاب وتأمن الفتاة من الوقوع في الحرام أنت شاب ممكن يعني كذا الشباب يقول أنت تأمن ما توقع في الحرام قال يسمونه يقول إيه أنا ما أأمن إن أنا ما أوقع في الحرام لا تخيل لا نظر لا لمس لا حديث لا ريبة لا شهوة هذا هو الحرام كله تأمن إنك أنت ما توقع في هالحرام يقول إيه أنا أأمن إن ما أوقع في الحرام قلت أوكي تأمن إن هي ما توقع في الحرام ما أأمن في شاب يأمن بنات بعد يقول أنا مثلا أأمن إني أني ما تتحرك يسمونه مشاعري إليه ما بحبه بس قاعدين نسولف نتكلم اوكي هو تأمنين انه هذا ما يفكر فيش بريبه بشهوه بكذا ما يوم من الايام يعني تضعفون وتطرشون الى بعضكم رسائل غير مطلوبه وتطرشون صور واجد لا هو يأمن ولا هي تأمن بعد هل انت مستعد لوراء هذه العلاقه سمعه زواج نظره المجتمع انت مستعد انك انت اذا المجتمع اكتشف حبك إلى فلان أو أنت تعرف بنات وتتكلم وياهم شلون سمعت إن البناء النصبي أو البنت في المجتمع اللي يتكلمون يا بنات سمعتهم شلون حلوة جيدة هذا لو راح يخطب وجاو يسألون عنه في المجتمع ماله وقالوا مجتمع ماله والله هذا المشهور في الديرة أنه يكلم بنات والله ترى أنت مستعد إلى هذا مستعد لهي العاقبة مستعد انك انت تتزوج البنيه اللي تتكلم وياها خلنا بقول لكم هاي القصه يوم من الايام كانت عندي محاضره في منطقه من المناطق الى نساء قبل المحاضره انا بعد قاعد على الكرسي جت الي يسمونه زوجتي وياها حرمه كبيره وياها بنت صغيرونه قالت لي هذين عندهم سؤال قلت لها تفضلوا الحرمة الكبيرة جرت البنية الصغيرة كذي وقالت لها تحكي سألي فقلت لها قولي بابا لاحظين أنا وش قلت قولي بابا يعني كان صدق هالقد لا تقول إلي سيد في واحد يحبني قلت لها انزين ما عاد هذه أزياد لا تقول أني أحس أنه جاد في علاقته قلت لها لا لا تقول إيه أنا أحس أنه جاد في علاقته قلت لها أنتين كم عمرش قالت 10 سنوات قلت لها هو كم عمره لا يقول 15 سنة هي تقول 15 سنة قلت لها تنبيت تعرفين أنه جاد لو مو جاد قالت إيه قلت لها أعطيني رقم تلفونه براويش أنه جاد لو مو جاد قالت لا بتضربه ما ادري قلت لها لا انا صيت ستراوي بس ما بسويها قلت لها بس اعطيني رقم تلفونه اعطتني رقم تلفونه قلت لها لا تقولين اليه ان انا بتصل اليه قالت زين
يوم ثاني اتصلت إليه قلت له أنت فلان؟ اللي يقول إيه. قلت له وياك سير هاني المعلم؟ اللي يقول أدري. تويه أقول له لا تقولي لي ليه تحصل طلعت من حضرهك وبيتصل إليك. قلت له إنزين أنت من وين؟ قال أنا من هالمكان. قلت له أبي أشوفك. قال زين خير فوينه؟ قال في هالمكان في برادة كذا تعال عندها. رحت أنا وقفت عند البرادة واتصلت إليه وقلت له أنا موجود عند البرادة انتظر. جاء ضرب الدريشة بطلتها. قلت له ها بابا وش تنبيه؟ اللي يقول لي أنا فلان أنا اختبلت بعد هالكاد. قلت له أنت فلان؟ قال إيه. قلت له اركب اركب أنا خاف أزمر عليه يصير في شيء. ركب. قلت له أنت تحبها؟ اللي يقول لي أحبها ما أقدر أعيش بدونها واجد وأنا من زمان أتكلم وياها صار لنا سنتين يعني من عمرها 8 سنوات ديك. قلت له إنزين وش نهاية هاي العلاقة؟ اللي يقول بتزوجها. قلت له متى بتتزوجها؟ قال لما أخلص يسمونه حين إعدادي بعدين ثانوي في إعدادي بعدين بخلص ثانوي بعدين الجامعة بعدين أتزوجها. قلت له يعني بينك الحين لما تتزوجها باقي كم؟ قال يعني 10 سنوات. أقول قال إيه تقريبا 10 سنوات. قلت له إنزين في هاي 10 سنوات ما تقدر إنك أنت توقف ما تتكلم وياها؟ يقول صعب سيد ما أقدر. والله أقدر. قلت له إذا صدق تحبها لازم توقف ما تتكلم وياها وخلاص. عقب 10 سنوات لما أنت تكبر وتصير مؤهل للزواج بعدين تروح تتقدم إليها وتتزوجها. تمام؟ قال هو صدق صعب لكن أنا أوعدك إن ما تكلم وياها. طبعا أنا أدري إنه بيتكلم وياها. يقول لي كذي عشان مش العزل. قلت له إذا تكلمت وياها مرة ثانية هني جا الصدق. قلت له إذا تكلمت وياها مرة ثانية ودريت إن أنا تكلمت وياها بيصير شيء مو زين. طبعا احنا ما نهدد يعني بس عشان يخاف شوية وراح اتكلم وياها بعد. فلاحظوا هذا مستعد للزواج هذا المدفع بعده ياخذ مصروفه من عند ابوه وبعد قاعد طالع وشلون هذا فاقد الحب داخل البيت راح يدور عليه برا البيت. وديك ندفة صغيرونة توها 8 سنوات 10 سنوات فاقد الحب داخل البيت وراح يدور عليه برا البيت. لاحظ احنا شلون باسم الحب وباسم الحب. هل تعتبر هذه العلاقة حفظ أمانة أو نوع من أنواع الخيانة؟ هل اللي يكلم بنية هذا أمين لو قاعد يخون أهلها؟ هل البنت اللي تتكلم ويا شاب هذه أمينة لو تخون أهلها؟ وش رأيكم؟ هذه أمانة لو خيانة؟ في بعد أحد عنده فكرة أنه يقول لا هذه أمانة؟ أمانة؟ ردوا؟ ها؟ هذا أنا قاعد أسأل حتى بعد الكبار ويعرف نقول هذه خيانة. لا ما خلصتون الحب ما يوقف. أمانة لو خيانة؟ خيانة ترضى أنك أنت تصير خائن؟ ترضى أنك أنت تعيش خائن؟ ترضى أنك أنت تعرف بالخائن؟ هذه أكبر خيانة. أكبر خيانة أنك أنت تخون أهل البنت وأكبر خيانة أن البنت تخون أهلها. ما هو شعوركم الآن؟ طبعا خليني أقول إليكم في النهاية أنا بوقف عند هني ما بروح فيه إلا عقب واجه سولفنا الليلة. خلينا أقول إليكم شيء. الحب مثل ما ابتدينا أحلى شيء في الحياة لكن الحب الأورجينال الأصلي الحقيقي الحلو الجميل اللذيذ هذا أحلى شيء في الحياة. الحب اللي يحسبون أنه حب أهل يسمونه العشق الشاب أو الشابة هذا مو حب. هذا حاجة قاعد يشبعها. هذا ميل قاعد يشبعه.
وتشوفون انه مع اول هزة مع اول انتفاض مع اول هبة ريح يروح. فاذا تعالوا نعيش حب حقيقي. قول الى اللي تحبه انا احبك. اذا ما قلت اليه انك انت تحبه هذه خيانة. سمعتون خطبة الشيخ عيسى هاي المرة؟ خطبة الشيخ عيسى الجمعة اللي فاتت امس لا الجمعة اول امس لا الحب دوخكم يا جماعة. امس كان يتكلم عن واحد من القيم ويتكلم عن الحب انه اذا حبيت واحد اخبره بحبك اليه. الحب شي حليو. تحب زوجتك روح قول لها انا احبش. تحب ابنائك روح قول لهم انك انت تحبهم. قول الى ابنك انك انت تحبه في كل وقت في كل زمن في كل مكان. لا توقف عن الحب لان الحب لما توقف عنه تنتهي الحياة. الحب اجمل شيء. خلونا نعيش الحب الحقيقي. الحب اللي يحركنا اللي يخلينا دائما نبتسم اللي يخلينا دائما مرتاحين اللي يخلينا دائما حليوين اللي يخلي جونا دائما ابيض مو ابيض وردي. هذا هو الحب الحقيقي. هذا هو الحب الحليو. هذا الحب اللي يخلينا مستانسين دائما. تنبون اي حب؟ الحب الغير اصلي لو الحب الاصلي مزيف لو اصلي اورجينال. تنبون اي حب؟ إذا تنبون الأصلي عيشوا للأصلي. اللي بيجيكم إذا تنبي تحب بنت عقب الزواج. عقب الزواج بتعيش الحب الحليو كلش كلش كلش. سألوني أنا. يا الله يساعدني على والله يساعدك أنت بعد شكلك تحب. اتفقنا؟ في أي سؤال؟ مدام مشاعركم حليوة. أي سؤال؟ حبيبي تكلموا يا ابني. لا ايه احجزها وانتظر لما يصير انت يسمونه يعني خلاص كامل وتنبي تتقدم قدم. خلني اقول لك شيء مدام انت فتحت هالباب عشان بس اوضح شيء. طبعا من الامور اللي تخلي هذه الامور تصير في مجتمعاتنا سالفه ان احنا نصعب قضيه الزواج. في الاسلام الزواج مبكر والزواج سهل. سهلوها يا جماعه سهلوها ما يصير كذي. يعني انت عندك مشاعر وهذا الجدع اللي في البيت ما عنده مشاعر. هذا بعد عنده مشاعر ويحب وعنده طاقه يبي يفرغها وعنده طاقة ينبي يسمونه ينبي يخليها في مكانها الصح. سهل قضية الزواج. انتون كأباء سووها سهلة. ممكن انتون تتفقون كمجتمع ان تسوون قضية الزواج قضية سهلة. اي واحد يقدر انه بمجرد انه يكون مؤهل للزواج انه يتزوج. ما يحتاج انه هذا الشاب لازم يجمع له 5000 دينار عشان يتزوج. وهذه الشابة والله يساعده كيف بيجمعها. وهذه شابة يوصل عمرها 24 سنة يا الله بعدين يجي لها أبو 25 أبو يسمونها 5000 عشان يأخذها ويفوتها قطار الزواج. ليش؟ ليش؟ ماكو سبب مقنع يخلينا إن احنا نصعب هذا الأمر. الرسول الأعظم سهله بمقدار كبير. واحدة تقوم إلى الرسول تقول له يا رسول الله زوجني. فيقوم هو من يتزوج هذه المرأة هو أولى الناس بأنفسهم. يقوم واحد أنا يا رسول الله أتزوجها. ماذا لديك من الصداق تمهره لها؟ ما عندي شيء ما عندي شيء. فقال ليه روح اشتغل أول بعدين تعال تكلم. قال ليه روح جمع 1000 دينار وما أدري ما جمع هالكذا وهي الصالة الفلانية وما أدري شلون بعدين تعال تكلم. قال ليه كذي؟ قال إليه أتعرف شيء أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال نعم أحفظ قل هو الله أحد. قال زوجت فلان من فلان على أن يعلمها قل هو الله أحد. طالع السهولة شكاد لا يدوخ هذا الصبي هذا ويا الواتساب وهاني يستفيدون فيفا وبتلكم ما أدري شنو وكل يوم قاعد أحبها ما أدري وش أبيها لا مش عارف صكها السالفة خلاص. ف
تفضل. السلام عليكم. في واحد من الاخوه هنا ما بقول اسمه يقول مثلا الحين اشرت عليه الظهره. تفضل. في واحد بيحجزها مثلا شهر معين، يعني مثلا شهر بحجزها لين ما اكون مثلا هالمعاش، يكون عندي هالمبلغ نبي يتقدم. هل يصير انه يكلمها بهالشهر؟ لو لا لا يا جماعة لا لا ارجع انت ورا لا ما في امل، ما بتكلمها لما تخطبها. تفضل اهني. تفضل. شكرا سيد. ما هو الفرق بين العشق والحب؟ العشق اعلى مرتبة من الحب. أول شيء يبتلي الإنسان بالعجاب، بعدين بالحب، بعدين بالعشق، بعدين بالهيام، بعدين بالجنون، وينتهي أمره. تفضل. سلام سيدنا. عليكم السلام. مشكور على ما قدمته. أول شيء أحد الأخوان يستفسر عن المشكلة اللي طرحتها اللي هو صغار في السن، يعني ما أعطيتنا الحل الأمثل الحل أو لو واجهتنا هذه المشكلة. أسأل سؤال ثاني لو بتجاوب تالي أسأل. بس بجاوب على هذا. الحل أنه كل بيت لازم يصير بيت وردي، بيت مليء بالحب. كل مكان في داخل بيتك خله مليء بالحب. يا جماعة بيت أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة كيفه؟ بيت مليء بالحب، بيت وردي مليء بالحب. روحوا انتم كلكم تقرون حديث الكساء. يا حبايبي سمعوني، حديث الكساء انتم كلكم تقرونه. حديث الكساء شنو؟ كله فائض بالحب. حديث الكساء الرسول يدخل على بنته فاطمه، بمجرد تشوفه تقول له انت تعبان. ليش قالت له انت تعبان؟ لانها تحبه. تعرف الحبيب يعرف في وجه حبيبه التعب، فيقول لها ايه انا تعبان، جيبي لي الكساء اليماني. ياخذه ويطبق به. عقب شوي يجي الامام الحسن وهو صغير، يقول اليها السلام عليك يا امه، فترد عليه وعليك السلام يا ويش، يا ثمره فؤادي، يا قره عيني، يا طالع كلام حب. يا خلف كبدي، يا بعد قلبي، يا عيوني، يا المشخص، يا الحليو، يا الطيب، يا الحليو بعد قلبي. فطالع كلام حب. انت في بيتك صير انتين في بيتك، صيري فاطمه الزهره وقولي لبناتش واولادك انت تحبينهم. انت كاب قول لاولادك انك انت تحبهم. لا الحين هذا كبر، الحين بعد اقول له احب. اي قولي له انك انت تحبه. انت ما تحبه؟ تحبه. قول إلى أنك أنت تحبه. سيدنا هذه لتفادي المشكلة، وقعت المشكلة شنو حلها؟ إذا وقعت المشكلة فيها ممكن أنه يجلس وياها ويا الصبي، إذا كان هو أب الصبي أو أب البنية يقعد وياهم ويتحاور وياهم. أما الشدخ والضرب والمدري شلون هاي بيزيد المشكلة، فيقعد ويشوف شنو أسباب المشكلة، يجفف منابعها وبصير كل شيء حل. يفهمها إذا كانت بنت، ويفهمه إذا كان شاب، ويعطيه بعض الأمور، يقول له أنا يسمونه أنا أخطب إليك، لأن من حق الأب، من حق الابن. أنتم كآباء ما يحبون يسمعوا الآباء يسمونه الحديث. من حق الابن على أبيه أن يحسن تسميته. زين. وفي شيء ثاني ما نحافظنه، الشيء الثالث، وأن يزوجه إذا بلغ. من حق ابنك عليك انك تتزوجه، روحوا زوجوا اولادك، يدخلوا عليهم بقوه. انزين سيدنا اخر سؤال. الحين انا صرت واحد مو زي. لا لا انت زين. في بعض لا بعض لا هو قام يخربط. انزين سيدنا، تحدث عن ان اذا فقدت الابن او اذا فقد الابن او البنت فقدت الحب في المنزل ستبحث عنه في الخارج. ممكن توضح لنا مسألة الحب داخل المنزل، هل فقط الاستقرار في الحياة الأسرية هذا يعتبر حب، أم أن لازم أشبع بنتي بكلمات الحب وبمشاعر الحب وبالهدايا وما إلى ذلك؟ هذا هو، لازم تشبع بنتك وابنك بكلمات الحب وبمشاعر الحب. عبر عن حبك لابنك بالكلام، بالحديث، بالنظر، بأي شيء، عبر عن حبك إلى ابنك. هذا مو كلامي أنا. الرسول يقعد وحاط على فخذه الأيمن الإمام الحسن وعلى فخذه الأيسر الإمام الحسين، يشبعهما تقبيلا، هذان ريحانتاي من الدنيا،
إني أحبهما أحب الله من أحب حسينا. هذا مو كلام يقدر الرسول هذين أولادي وخلاص انتهى الموضوع. هذا كلام الحب. له لو أنا أقول كلام غلط. فضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم. بالنسبة للعلاقة قبل الزواج واللي علاقة الحب طبعا هو مو حب حقيقي، هي مجرد إعجاب وميل مثل ما تفضلت، ميل وحاجة ومو مصير إلى إعجاب بعد. بالإضافة إلى ذلك فهي استهلاك المشاعر، يعني كل واحد قاعد يستهلك مشاعر، قاعد يصرف مو بس استهلاك، مو بس استهلاك قبل وقت. يكفر بالحب لأن قد يصير يسمونه يصير له فيلم هندي، يصير إليه هذا مسلسل أو شيء، تشوفه واحد ثاني يقوم تحبه وتهده وخلاص صار كل شيء أسود في حياته، وأنا المظلوم وأنا كذا والمحروم، شوف نكنيم ماله في البيبي وما أدري إيش، المحروم المظلوم الوحيد اللي هدوه خلوني بروحي وما أدري إيش أعور لفادنا. طبعا كلامك صحيح، وأضيف عليه بعد إن ما جاء وقت الحب وهم قاعدين بوصلون لمرحلة، يعني مو ما جاء وقت الحب، خلني بوصلون لطريق مسدود، مو ما جاء وقت الحب، جاء وقت الحب بس مو مشبعين، مو مشبعين، ما في شيء جديد، يعني ما في ما إيه ما في شيء جديد، يعني ما له داعي استهلاك مشاعر، ما إيه استهلاك مشاعر، جمع حبك وجمع كل مشاعرك الوردية إلى ليلة الخطوبة وصير فيها أفضل سيد هاني المعلم صير وقول كلام الحب. إيه الله حليم، أنا سيد الحب بعد. أي سؤال تفضل. السلام عليكم حبيبي سيد هاني. حبيبي سيد، بالنسبة ل يعني احنا هذا الكلام دائما يعني من الناحية الشرعية دائما يتحدثون فيه وينهون عنه، بالرغم من هذا الشيء ان احنا نشوف يعني هذا الموضوع مستشري في المجتمع موجود، يعني هم لان يعني يشوفون اليه مداخل ثانية، ايه يعني الاسباب اللي انت طرحتها يمكن وهالامور هذه وهو موجود يعني، بس ما ادري سيد احسك ما اعطيت يعني ما حضرت انا كامل، لكن في الناحية الشرعية يعني لو تتكلم شوي عن الموضوع يعني باكثر. انا قلت في الناحية الشرعية السالفة هذه حرام، ما في عنوان الى علاقتك ويا دي البنية ولا في عنوان لعلاقة شوية هالبنية. هذا الصبيح لما اجي انا، احنا عندنا الاحكام تابعة الى المواضيع تابعة إلى العناوين، أجي إلى هاي الشاب أو إلى هاي البنية أقول ليه شنه عنوان علاقتكم؟ صداقة؟ يعني كل علاقة بين اثنين إليها عنوان، شنه عنوان علاقتكم؟ بتقول صداقة، ما يجوز على أي أساس تسوون صداقة؟ ما إليكم هذا العنوان. بتقول زمالة، زمالة في حدود معينة ما راح تروح وراء هذه الحدود، من تروح وراء هذه الحدود وعادة ما تروح تصير مشكلة، مقدمة الحرام حرام. فشنو العنوان؟ حب؟ لا مو حب هذا اصلا، انتم لان انتم محتاجين لان كذا تجي السوالف الثانية، فكل العناوين ما اليها مجال شرعيا حرام. واجي اقول اليك هي السالفة، انت تأمن هي تأمن، انت تأمن هي تأمن، جاوبني وانا اقول لك الحكم الشرعي بس. هذا كله مداخل مخارجة في النهاية بنطلع ان هذا حرام، ما يجوز ما يجوز تتكلم وياها. تفضل. اي فاقدين الحب داخل البيت، ماكو حب. حالة التفاهم هذه احنا نفترض ان هذا جاي واعي وهذه جاية واعية ويقعدون في مقابلة، مو بس يشوفها وتشوفه،
طبعا يسمونه عندنا دورة عن هذا المقابلة وما شنو وش يقولون فيها وش يسوون ما أدري. إن شاء الله إذا الله وفقنا نسويها إليكم. وتعرف أنت وش بتقول إليها وهي وش بتقول إليك وشلون. لا في التوعية عندي محاضرة ما أدري يمكن عقب 10 أيام شلون تختار شريك حياتك. حياك الشباب لشيو بلجو من أنتوا اخترتوا. أين جايين للثانية بداخلهم أهم شيء أنا بريء. خلاص خلي السيد يجي. بعد في شيء تفضل. هذا من طرق التعبير عن الحب. صح 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 أحسن أحسن بارك الله. مو هو إحنا نشوف من نبتدي من داخل البيت ننتهي إلى نهاية زينة. أي سؤال بعد؟ عيشوا بالحب وباكر عليكم مدرسة. قلنا لهم هالحكي قلنا في البداية حبوا المدرسة وحبوا بعد آبائكم والآباء يحبون أبنائهم ويفهمونهم من الحياة مو كلها بس المدرسة. الحياة كلها حب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.